ليفي ريختر. Victor is really good with his kicks. Body rips the shoe shine to the body. That sledgehammer right hand. Matt's shot drops Silva. The one bullet in his chamber lands. Oh, and he's down for the second time. Right out of Morocco, ladies and gentlemen, introducing Jamal the Goliath Ben Saadi. السلام عليكم متابعينا الأوفياء ومرحبا بكم في فيديو جديد. قبل أن نتكلم عن التفاصيل لنا وقفة إنسانية مع بطل مغربي لاعب كيك بوكسينج ولكن للأسف. السلام عليكم، معكم عبد الجبار أخلفي، ولد 2002 شهر 9 25 يوم، لعب الكيك بوكسينج فور كونتاك والمويطاي من 2008 حتى 2021. إني من الصغر ديالي وكانوا عندي أحلام كبيرة، والقدوة ديالي هو جمال بن صديق وبدراري وأبو زعيطر وبو غالب كاين في تايلاند، وما لقيتش اللي عاوني. انا عندي احلام، اني ما قريتش، اني اللي بغيت نوصل خصك باكر عندي الفلوس. دابا كنت باغي نمشي لتايلاند، ما لقيتش اللي عاوني، والظروف ما كتسمحش باش نمشي، ما عنديش فلوس. اش الاب والام ما فحالهمش. اشياء استحي من ذكرها عن هذا الوطن الحبيب الذي يهمش ابنائه حتى يضطروا للهجره خارج ارض الوطن ليبحثوا عن اشياء قد تساعدهم في تحقيق اهدافهم. اني مشيت باش نحرق ماشي مره. العمر ديالي 18 عام، ولد 2002 شهر 25 يوم. انا باقي صغير وعندي مستوى زوين الحمد لله. كنشكر دوك الناس اللي كيتصلوا بيا وكيشجعوني، كيعيطوا لي في التليفون ويقولوا عبد الجبار كمل، والحمد لله انا راه صابر ومقاتل شحال من عام وانا صابر. يعني خدمت فيديور في لي بواط ديال الشراب، ولد 17 عام خدمت البار، خدمت كونترول ديال الطوبيس، خدمت في المرسى كنضرب السلق. دابا هاد البيكالا كنمشي بها 15 كيلومتر، هاد البيكالا هادي من دوار الصواري حتى المرسى ديالي كادير. هاد البيكالا هادي كنجيب بها 60 درهم ولا 70 درهم، نهار المخير عندي هو 80 درهم. ودابا 3 ايام هادي ولا يومين ما خدامش انايا. الحوت ديال 5600 اش غنصور؟ الحوت ديال جبتو ب 4000 خصني ندير ليه 260 280 باش غنصور واحد الفري ولا 60 درهم. وني مشيت ريسكيت في طنجة، ريسكيت في الناظور باش نحرق، ريسكيت في المرسى ديال اكادير. اني لا دينا مسكين ولد الشعب بوفري دينا، طلعنا الرينغ وقلنا ليه غادي تلعب بطولة العالم، الا ربحتي غادي تلعب في برا. انه داك الخصم ديالو اللي كاين في الرينغ انه غادي يربحو. عبد الجبار اخر في احد ممارسي الكيك بوكسينغ الذي اضطر للهجرة غير الشرعية الى سويسرا، ويطلب من الابطال المغاربة خارج ارض الوطن ان يدعموه ويشجعوه ويقدموا له اي شيء يساعده في السير وفي المتابعة في طريق الكيك بوكسينغ. السلام عليكم، معكم عبد الجبار ولد اكادير 18 سنة، ودخلت دابا حارق من المغرب لسويسرا عند خويا سعيد، وكنطالب من الابطال العالمي اللي غادي نجبد دابا، منهم بدر هاري، منهم جمر بن صديق، منهم بوزعيطر، منهم بوغالب اللي كاين في تايلاند، وكنطالب هادو هما القدوة ديالي، وكنطالب منهم شي يدوا مساعدة. يعني دخلت انا حارق باش نكمل هاد الرياضة هادي، ونكون ان شاء الله انا بطل عالمي، ونتمنى من الله يدي المساعده من عند الابطال العالميين اللي جبد. هما هادو هما القدوه ديالي، وانا حركت وغامرت بحياتي اني يعني باش نجي نكمل هاد الكيك بوكسين هنايا في اوروبا. كنطالب من هاد الابطال العالميين يشد مساعده، وديما الكيك بوكسين ليس الاول او الاخير الذي يتعرض للتهميش ويحرم من ابسط الحقوق. خويا احنا في هاد البلاد ما خلينا ما خدم لما درنا. انا بطل في الكيك بوكسين اخويا، عندي شواهد، عندي ميداليات. هنا هاد البلاد ما عطاتناش، كانت دي بلاصه وبرزقنا اللي بغينا نلعبوا بطولات، بغينا نديروا شحال من حاجه كنت تجيب بلاصه وبرزقنا، وباغي نلعبوا ونحملوا رايه المغرب. حنا اخويا بغينا نمشيو لاوروبا ونحققوا المستقبل ديالنا. والابطال يتكلمون ويصرخون، الابطال والممارسين، عن نفس المشاكل التي تتكرر، ولا احد يخرج من الجامعات او يقول هذا كذب او يقول هذا افتراء او يقول اننا لا نحرم اي بطل من حقوقه. يظل الصمت ويظل الأبطال يشتكون وباستمرار، وهذه حالة من بين آلاف الحالات في المغرب. والحماق معكم في هذه البلاد، واش اللي شاد شي بوست وعشرين عام 30 عام وما درتو والو، مازال ما حشمتو، حطوا الصور وسيروا بحالكم. واش غاف اصاحبي، واش عندكم شي وجه ولا ما عندكمش؟ واش هاد المسؤولين ديال الرياضة واش بغيتو تحمقونا؟ وما كديروش النتائج ومازال عندكم وجه احمر كتقولوا حنايا وغنديروا غنفعلوا. واش حال من عام وانا كنهضر، واش حال من عام الابطال كيهضروا وتا واحد ما بغى يسمع؟ وهاي النتيجه، ودابا فهموا راسكم. اللي كاين شي مسؤول اللي هبط عليهم، اللي ما فهموش راسهم، ما انتم كون فهمتوا راسكم حطوا صورتكم وسيروا بحالكم.
لذلك نطلب التغيير ونتمنى ألا يتكرر ذلك، ولا نرى بطل من الأبطال يشتكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ليوصل صوته ويبين الحقائق. وأما بالنسبة لموضوع هذا الفيديو فنتكلم عن النزال المرتقب بين البطل المغربي جمال بن صديق والبطل الهولندي ليفاي ريترز، والذي يلعب في الوزن الثقيل ويوقع حاليا مع غلوري. يبلغ من العمر 26 سنة فقط، يحمل الجنسية الهولندية، لعب في الكيك بوكسينج 14 نزال احترافي، يفوز ب 13 نزال منها 6 بالضربة القاضية، وخسر مرة واحدة على يد المقاتل المغربي طارق خبابز. Think when you fight someone really tall, I mean the further range, you don't have to step as stay away from big power punches. ثم بعدها يفوز على المقاتل توماس موزني، وكما تشاهدون الآن في الصورة فقد تحدد موعد النزال 19 مارس في بلجيكا ليواجه العملاق جمال بن صديق. وأما بالنسبة للعملاق جمال بن صديق والذي يحمل الجنسية البلجيكية المغربية، فهو من مواليد سنة 1990، يبلغ حاليا 31 سنة، ولكنه لا زال في كامل لياقته البدنية للمواجهة، ولا أظن أن هذا النزال سيكون سهل. النزالات الاحترافية لعب 43 نزال، يفوز ب 36 منها 29 بالضربة القاضية. ولد في أنتويرب لأبوين مغربيين أمازيغيين، والده هاجر إلى بلجيكا في الثمانينيات. جمال بن صديق في سن 8 بدأ بممارسة كرة القدم، ثم بعدها يتوقف لينطلق لممارسة الرياضات القتالية، ثم يتألق بسرعة. إذن أصدقائي، كان هذا وباختصار شديد عن موعد نزال ليفاي ريترز ضد جمال بن صديق 19 مارس 2022، وأرجو من أبطالنا المغاربة كل الدعم والتشجيع لهذا البطل الصاعد. عبد الجبار آخر فيه، والذي حاول مرارا الهجرة ولكنه مؤخرا يتمكن من الهجرة إلى سويسرا، وهذا الرقم للتواصل معه للمساعدة. إذن أصدقائي، أشكركم على حسن المتابعة، ونلتقي في فيديو قريبا إن شاء الله. إذا كنت أول مرة تتعرف على القناة أدعوك للاشتراك وتفعيل ميزة الجرس ليصلك إشعار بكل جديد، ودمتم سالمين والسلام عليكم.